أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن للعربية أن الغارات الإسرائيلية في حماة وطرطوس استهدفت مستودعات سلاح لا تتبع الجيش السوري ودمرت بطاريات للدفاع الجوي. طبعا مصياف وطرطوس لأن مستودعات للإيرانيين واقعة في جبال مصياف وطرطوس لأنها ضمن بنك أهداف إسرائيل على ما يبدو داخل التراب السوري. أقله في غار الصباح اليوم جرى تدمير مستودع للإيرانيين يقع في منطقة جبلية متداخلة بين محافظتي حما وطرطوس، أي منطقة غرب مصياف، أدت لتدمير هذا المستودع في الدخان الذي شاهدناه. في تدمير هذا المستودع كان هناك صواريخ أخرى استهدفت بعض بطاريات الدفاع الجوي، هناك 5 2 منهم قتلوا، 2 كانوا من يعني في منطقة المستودع أو حراس المستودع، و3 جرحى من قوات النظام في القصف الإسرائيلي. وكالة الأنباء السورية سانا كانت أفادت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت هجوما جديدا بالصواريخ استهدف بعض المواقع في منطقة مصياف في ريف حماة. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن قصفا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في ريفي محافظتي طرطوس وحماة، ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وأكد المصدر أن وسائل الدفاع الجوي تصدت لهذه الصواريخ وأسقطت بعضها أيضا. ويعود إلينا من مدينة كوفنت البريطانية مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك سيد رامي من جديد. وهل ما زال التوتر سيد الموقف في حما وطرطوس بعد هذه الغارات الإسرائيلية أم أن الأمور عادت لطبيعتها الآن؟ على ما يبدو بأنها عادت، صباح الخير مجددا، عادت إلى طبيعتها الآن. الاستهداف مثلما ذكرنا هو لتدمير مستودع حقيقة الأمر يقع في ريف مصياف الغربي المتداخل مع محافظة طرطوس، وأيضا هناك كان استهدافات لبطاريات الدفاع الجوي في محافظة طرطوس. القتيلين هم في المستودع من حراس المستودع، يعني أصبحوا على ما يبدو أشلاء أو لم يعد لهم أشلاء أيضا، بالإضافة للجرح من عناصر قوات النظام بينهم ضابط على الأقل. هم في أصيبوا باستهداف بطارية الدفاع الجوي كانت تحاول التصدي للاستهداف الإسرائيلي على الأراضي السورية. الحصيلة حتى اللحظة مثل ما ذكرنا 5 بينهم 3 جرحى من السوريين، 2 أشلاءهم حقيقة الأمر إن وجدت في مصياف في غرب مصياف في تدمير المستودع. وهذا المستودع أو منطقة المستودع كان فيها مستودع سابقا دمر بشكل كامل في 25 من شهر أغسطس آب الفائت، وكان فيه مخزن للصواريخ الإيرانية أو التي جرى تصنيعها وتجميعها في منطقة البحوث العلمية في مصياف، وجرى تخزينها في هذه الجبال السورية.